السلام عليكم. حدث هز المنطقة وأشغل العالم كالانتفاضة العربية جدير بالتطرق إلى تبعاته في المنطقة العربية على صعد الحياة كافة. وبما أن الأمم انعكاس لواقعها وبيئتها، فمن الحقيقي أن نسأل عن إسهامات الأدب في صوغ رؤى الشباب العربي الثورية، وعن مدى تأثر المنتفضين في المدن العربية بالمحتوى الأدبي شعراً ورواية وقصة. وكذلك لابد من السؤال إذا ما كانت كل هذه الشحنة العاطفية الهائلة المتولدة من حراك الشباب قد مست الأدب العربي مساً سرت من خلاله روح العنفوان فصاغت أدباً ثورياً مكتمل الخصائص والصفات. نرحب بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديث العرب، وحديثنا اليوم عن الانتفاضة العربية والأدب، علاقة التأثر والتأثير. قبل الشروع في الحديث عن موضوع نتابع سوياً التقرير التالي. الأدب والأدباء غالباً ما يحظون بدور بارز في معظم ثورات أممهم في العصور السالفة والمعاصرة أو في التمهيد لها، حتى لمع الشعراء والخطباء والكتاب ممن كان لهم قصب السبق في تأجيج الثورات. الثورات العربية بدأت من بلاد الشاعر أبو القاسم الشبي، فبعد أن أجج شعلة الثورة هناك البوعزيزي خرجت الجماهير التونسية تصدح بقصيدة الشابي إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ليمتد أثرها إلى الجماهير المصرية بهتاف الشعب يريد إسقاط النظام. وهكذا أشعلت تلك الجذوة مشاعر الشعوب في اليمن والجزائر والعراق والسودان وليبيا وسوريا. ورغم أن الأدب الثوري العربي قد لا يشير إلى شخصية بعينها وقفت خلف الثورات التي اندلعت في الدول العربية والتي أطلق عليها الربيع العربي، لكن ذلك لا ينفي الأدوار التي لعبتها نماذج أدبية كثيرة في تعبئة الشعوب وتجهيزها فكرياً نحو الثورة بوجه الواقع المرير طيلة عقود مضت، من خلال تذكيرهم وتوعيتهم بمفاهيم الحرية والكرامة وزرع بذور الرغبة في كسر القيد بل والتضحية بالنفس من أجل ذلك. الكتاب والأدباء تنوعوا عقب انطلاق الثورات المعاصرة بين محرض على خلق حالة ثورية قادرة على مواجهة الاستبداد، وبين من عاشوا حالة يأس وقنوط، وفريق آخر رفض التغيير بعد أن ألف حياة نمطية لعقود مضت. وعلى مر تاريخ الإنسانية فإن لكل ثورة كتابها وأدباءها الذين يرفدونها بشتى الوسائل المتاحة ليصنعوا إرثاً لا تطاله أيادي التقادم. ولأن رسالة الأدب في المحصلة تتجاوز الحيز الجغرافي الذي يولد فيه ليعانق هموم الإنسانية بشكل عام متجاوزاً حدود اللغة والمكان والثقافة بما يشكله من تعبير عن المشترك الإنساني في قوالب إبداعية تبحث عن الخلود. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة بورصة التركية الدكتور إسلام عمارة، أستاذ الأدب العربي والنقد المساعد، وكذلك من الدار البيضاء الأستاذ أحمد القاري المدون والباحث في قضايا اللغة العربية، وكلاهما عبر تطبيق زوم. أهلا بكم ضيفي الكريمين. لو بدأنا من بورصة دكتور إسلام، طبيعة العلاقة لو حبذا لو تحدثنا عن طبيعة العلاقة بين الانتفاضة العربية وبين الأدب العربي. وعندما نتحدث عن الأدب العربي يعني كمقدمة لابد منها في هذه الحلقة، نقصد نحن الشعر والرواية والقصة باللغة العربية المكتوبة الفصيحة. أهلا ومرحبا بكم أستاذ جهاد، وكل الترحيب بالصادر قلبا وعقلا ورمضانا لهذه الرحلة الحوارية الجديدة وعبر هذا الفضاء المعرفي وقناة الرافدين. وأهلا بضيفك. أهلا بكم. بالنسبة لموضوع الأدب الثوري، يعني يمكن أن نقول إن الثورة والأدب الثوري هناك علاقة قديمة بين الشعر العربي وبين الأدب الثوري، ولكن لم يظهر بهذا المفهوم الثوري الذي نعرفه اليوم. الأدب العربي قديما عرف
يعني في زمن قديم في الجاهلية عرف الحماسة وعرف يعني كثيرا من القصائد التي تدعو إلى الشجاعة والقصائد التي تدعو إلى البطولات الحربية ووصف المعارك وتصوير المشاهد عند النزال. ثم عرف الأدب العربي كذلك الحماسات ومصنفات الحماسات البحتري وأبي تمام قبله وابن الشجري وهذه الحماسات كلها. ثم هناك أيضا شعراء لامسهم هذا الإحساس الثوري مثل أبي تمام والبحتري كان له أيضا أشعار. ثم كان المتنبي الذي اشتهر عنه بعده أو ثورته على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي كانت موجودة في عصره. إذا نحن هنا لا يمكن أن نقول إنه أدب ثوري بالمعنى بالمفهوم الحديث، لكن يمكن أن نقول أيضا إنه في تلك الفترة كان يوجد مثلا الصعلكة في الشعر العربي، ظهور شعراء كانوا يسمون بالصعاليك في تلك الفترة حتى امتد الأمر إلى العصر العباسي وقبله العصر الأموي. كانت هذه الثورة ثورة على المجتمع الذي يعيشون فيه. هذه الثورة كان لها يعني أمور متعلقة واصطبغت بصبغة اقتصادية وثورة على البخلاء وعلى الأوضاع الاقتصادية وعلى الأغنياء وانحياز الأغنياء ضد الفقراء وهكذا. إذا كانت هذه ثورة أيضا على الانتماء للقبيلة وكسر ذلك العرف الذي ساد في ذلك هذه الوقت دكتور واستغلال اسلام، هذه الأغنياء إلى هذا نقاط الفضاء المعرفي دكتور اسلام، الصحراوي نقاط الثري. مهمه اشرت اليها عندما تحدثت عن ان شعراء الصعاليك والدور الذي اسهموه في تخليق روح التمرد او الثوره في المجتمع، وهذا امر طيب. وتحدثت عن المتنبي وما ادراك من المتنبي، لكن اليوم كان ربما في حينه كان مقتصرا الامر على مجموعه من الافراد يقدم رؤى نقدية للمجتمع من خلال محتواهم الأدبي وغالبا هو قصيدة. اليوم نحن نتحدث عن شارع عربي منتفض، حراك عام شارك فيه آلاف بل ربما الملايين في ساحات الوطن العربي. إلى أي مدى هناك علاقة تأثر وتأثير بين المحتوى الأدبي في العصر الحديث وبين هؤلاء الشباب؟ بمعنى من الذي أثر بالآخر؟ يعني لا يمكن أن نقول إن الأدب هو الذي أثر. هناك مقال طويل أو كتابات كثيرة يعني قال تحدث عنها طه حسين، دكتور طه حسين، في أن الأدب يثور قبل أن تثور السياسة، ويقول إن ثورة الأدب هي التي تمهد الطريق لثورة السياسة لأنها هي التي تهيئ قلوب الناس ونفوسهم وعقولهم فتبغض إليهم نظاما قائما وتحببهم في نظام جديد يعني يمتد لهم وبهم آمالا عريضة. وليست الثورة السياسية هي آخر هذه الثورات إلا استجابة لثورة العقول. الثورة الفرنسية قامت واحتضنتها الحاضنة الفكرية الثقافية، فكانت هي المحركة لدفتها والمحركة للجماهير التي قامت في ذلك الوقت. وهذه الثورة استمرت 10 سنوات، أنهت نظاما وأنتجت نظامين، لأنها ثورة أنتجها العقل والوعي. لكن في الحالة التي نحن فيها في الانتفاضة العربية نستطيع أن نقول إنها ثورة شعبية هبت، ولكن لم نجد لها حاضنة ثقافية أدبية تستطيع أن توجهها، فأصبحنا إزاء موقفين من المثقفين والأدباء. فريق وجد نفسه أنه ينبغي أن ينضم إلى السلطة وأن يكون متكلما ومتحدثا ومدافعا وواقفا ضد هذه الثورة الشعبية، بل مجرما لها، مساندا للإرهاب الذي تمارسه الدولة. نعم. وهناك فريق آخر وجد نفسه أنه ينبغي أن يمالئ وأن يعني يداهن في هذا الأمر، فلم نسمع له حسا ولا ركزا. هنا القضية تقف عند أن هؤلاء الأدباء نالوا من الأعطيات والهبات السخية والجوائز السنية التي جعلتهم ينجذبون إلى النظام الحاكم أو الثورة المضادة. طيب ففقد الشعب العربي فقد ثقته بهؤلاء الأدباء والمثقفين.
طيب في السياق ذاته دعني أتحول إلى الدار البيضاء لأسأل الأستاذ أحمد، وطبعا أجدد الترحيب بكم معنا. هل صحيح أن الواقع السياسي والواقع الاقتصادي وحتى الاجتماعي جملة أسباب يعني صاغت ربما رؤى ومواقف الشباب العربي ودفعته إلى الحراك، إلى النزول إلى الشارع، لكن هل يمكن القول إن الأدب من رواية وشعر وقصة سواء كانت قصيرة أو مطولة، هل كانت رافدة من روافد التي دفعت الشباب العربي إلى الحراك؟ وحدث الثورة هو حدث كبير جدا ومفاجئ وسريع، يتسم بأنه أقرب إلى المعجزة، أن في وقت اعتقد الجميع أن الشعوب استسلمت وأن هامش التحرك والمقاومة الشعبية والبحث عن التغيير أصبح ضئيلا جدا، في لحظة مفاجأة وفي مكان لم يتوقع أحد أن يكون بداية للشرارة خرجت الجماهير، خرجت نفس الجماهير التي كان كثير من الناس يتحدثون عن أنها منهزمة وخائفة وتهتم فقط بمعاشها وبخبزها، خرجت لتتحدى الرصاص، لتتحدى كل أساليب التنكيل، وبفضل الكلمة، بفضل توفر منصات جديدة، كما أشار له الدكتور إسلام قبل قليل، قضية الفرق بين المنابر الرسمية التابعة للدولة والمنابر الجديدة التي وجدها الشباب وجدها الناس متاحة لهم. هذه المنابر كانت فرصة لنقل الشرارة عن طريق الكلمة، عن طريق الكتابة، عن طريق نصوص، منشورات قصيرة وطويلة وتغريدات في كثير منها يمكن أن تعتبر نصوصا أدبية وتحتاج وتستحق من يجمعها ويدرسها ويوثقها، لأنها بقوة تلك النصوص انتقل الأمل، انتقل الإيمان بإمكانية التغيير، انتقلت الشجاعة من قطر لآخر، من تونس إلى مصر، من مصر إلى ليبيا، من ليبيا إلى سوريا وبين هذه البلدان كلها، ثم إلى دول الخليج نفسها في البحرين، ثم في المغرب، في الجزائر، لم يبقى استثناء بفضل هذه النصوص، هذه الكتابات، وأيضا بفضل النص، يعني بفضل البث المباشر، بفضل كل الوسائل التي جعلت شرارة الثورة تنتقل لكل من يفهم اللغة العربية، أستاذ أحمد، وجعلت الجميع يؤمنون أن التغيير ممكن وأنه ضروري وأنه حتمي وأنه سيحدث فورا، ذلك الإيمان العميق الذي قلب أنظمة وغير في الحقيقة غير شكل العالم، التغيير الذي لا نزال نعيش أثاره حتى اليوم. طيب في الجزء الثاني من الحلقة أستاذ أحمد سأبحث معك ومع ضيفنا من بورصة المحتوى الأدبي الذي أثرى هذا الحراك الشعبي، لكن الآن نتحدث ربما بشكل معكوس، إذا ما هناك الانتفاضة العربية أثرت في النصوص الأدبية، هل يمكن أن تحدثنا عن مظاهر هذا التأثير، تأثير الحراك وصيحات وقوة الحدث في الشارع العربي، مدى التأثير الذي أحدثته في المحتوى، محتوى النص الأدبي العربي، إذا كان هناك يمكن أن تحدثنا عنه مظاهر مثل؟ لا شك أن التأثير واضح وقوي، هي الثورات تأثرت بالنصوص السابقة، يعني كل ما كتب في العقود السابقة من أدب الثورة وبدأ أن الناس كانت تقرأه للتسلية وأحيانا تقرأه بطريقة سرية خوفا من الرقيب، كله وجد اللحظة المناسبة لكي يبعث تأثيره في المجتمع وليصبح إنتاج الأدب الثوري قضية لا تتعلق بأفراد من الأدباء المحترفين فقط، وإنما أمرا مفتوحا للجميع، أصبح الجميع ينتج، خطاب الموجه للجمهور، صيحات التحشيد، قصائد تحث الناس على أن يقاوموا، على أن تكون لهم الشجاعة والإيمان بالتغيير، بعضها بالفصحى، بعضها بالعامية، الجدل الذي ظهر للرد على المثبطين وعلى الذين يحاربون التغيير، الكاريكاتير،
الكاريكاتير لعب دورا كبيرا في تحقير المتسلطين والظلمة، وتحسيس الناس أن مقاومتهم ممكنة، أن إسقاطهم ممكن. نعم ما يسمى بالميمات، هذه الصور والكاريكاتيرات والتعابير التي يتداولها الناس بينهم على نطاق واسع، والتي كان لها دور كبير في أن تكسر حاجز الخوف، حاجز تقديس النظام الأنظمة القائمة، حاجز اليأس، حاجز الإحباط، لينقلب الإحباط واليأس إلى إيمان بإمكانية التغيير، لتنقلب اللامبالاة بفضل هذه النصوص الجميلة، أحيانا جملة، أحيانا نص قصير في تغريدة، أحيانا نص طويل في منشور، أحيانا قصيدة. كل هذا أعطى تلك الدفعة التي جعلت الإنسان الشخص المحبط المنهزم يتحول بشكل مفاجئ وحاسم وقاطع إلى إنسان مشارك قيادي يريد أن يساهم في تغيير وضع بلده، ويريد أن يعيد تأسيس البلد. طيب، في بورصة دكتور إسلام، بعد كل هذه الأعوام الدامية والأيام المحملة والمعبأة بشحنات العاطفية وبمشاهد صراحة غلب عليها ربما التراجيديا ومشاهد الدماء والتضحيات التي قدمها شباب عربي على امتداد الساحة العربية، هل كل هذا يمكن أن يقال بأنه أنتج للعرب أدبا ثوريا حديثا؟ نعم، يعني هنا نقول هناك ثورتان، ثورة العقل التي يصورها الأدب نفسه، والثورة الثانية هي ثورة السياسة، وهي التي تعتمد على القوة. ثورة السياسة تغير نظاما وتقيم مكانه نظاما آخر. هناك أيضا أدبان، أدب يسبق الثورة وأدب يأتي بعد الثورة. الذي يسبق الثورة يكون دافعا ومحركا، ويكون هو الملهم لهذه الثورة، لكن على المدى الطويل يكون هو أشبه بإرث معرفي ومخزن يستطيع منه هؤلاء أن يتحركوا من خلاله حتى يقيموا يعني ثورتهم. والأدب في أثناء الثورة، هناك أدب يأتي في أثناء الثورة لكنه ليس أدبا محكما. هذا الأدب تضطرب يعني له النفوس وتنتعش رغبة في الأمل والطموح، وهناك من يعني يكون يدفعه دافع الرغبة في التغيير، فيكون هذا الأدب يمشي على استحياء. لكن هذا الأدب يستطيع أن نقول ليس أدبا محكما، لأنه يتحين الفرصة إلى أي فريق ينتمي، هل إلى الفريق النظام السابق أم النظام القادم، ولا تدرى عواقب هذا النظام القادم أيضا. ففي العصر الحديث مثلا كان الأدب يستمد حوله وطوله وقوته وروعته من الحرية الكاملة التي لا معقب لها. هذه الحرية لم تعد موجودة، ولذلك نحن أمام أمرين، هل نحن أمام أدب ثائر، وأعتقد أن هذا هو الأوفق، في أيدينا أدب ثائر وليس أدب ثورة. أين أدب الثورة اليوم؟ يعني من الظلم أن نطالب الثورة بأدب. نحن مثلا إذا نظرنا إلى حرب العاشر من رمضان طب ما سنة الفرق بين الأدب 63، الثائر وأدب الثورة دكتور إسلام؟ نعم، الفرق بين الأدب الثائر كما أسميته وأدب الثورة. الأدب الثائر هو أدب يتأجج عاطفة للتغيير، وأدب هو الذي نقرأه في أدبنا العربي القديم، في الأدب العصر الجاهلي والعصر الإسلامي والأموي والعباسي. هذا أدب يدفع. نحن حينما ننظر إلى حماسة أبي تمام وكيف أنشد هذه القصائد نعم وجمعها وصنفها في حماسته، نجد أنها كانت تثار على حدود وتخوم الدولة، وهو يستنهض الأمة من أجل أن يستثير كرامتها وعزتها للدفاع عن مقدساتها وأرضها ووطنها. نحن اليوم، هذا كان أدبا ثائرا، ولكن الأدب الذي يكون بعد الثورة هذا هو الأدب الثائر. أقول إن حرب 73 حتى الآن لم نستطع أن نجد لها أدبا رغم مرور كل هذه السنوات. فيعني من الظلم أن نطالب هذه الثورة أو هذا الحراك أو هذه الانتفاضة نعم بأدب،
ونحن لا نستطيع أن نجد إلا روايات قليلة. هذه الروايات القليلة لا تعبر عن تيار ثوري في الأدب العربي طيب المعاصر، وإذا كنا حتى الآن لا نجد لهذا الأدب الذي قلنا نتحدث عنه ل 73، فكيف يمكن أن نجد لهذه الثورات التي لم تنتهي بعد، كيف يمكن أن نجد لها أدبا؟ طيب هذا يعني نحن مثلا إذا قلنا هناك سؤال، أين أدب الثورة؟ هذا سؤال مطروح، لا يمكن أن نقول إن هناك أدبا موجودا يسمى يعبر عن روح الثورة. الثورة تمزقت، تفرقت، أصبح الناس هنا وهناك، لربما يكون ذلك بسبب الوضع الاجتماعي الذي أنتجه هذا النظام والطغيان والاستبداد السياسي، أنتج هذا الوضع والناس تفرقوا في البلدان والأمصار، فلا يمكن أن نقول إن هذا الأدب هو أدب موجود، ولكنه لربما يكون كاملا. وأعتقد أن الأدب الذي يكون في داخل بلادنا العربية في الداخل هو أكثر تعبيرا وحراكا. أي تغيير سيحدث في الخارج نعم في أي منطقة عربية أو خارج هذه المنطقة العربية سيعول دائما على ما هو موجود من الحراك الداخلي، وكذلك يعول على الأدب الداخلي. وهذا الأدب لربما يعبر عنه بأسماء مستعارة أو بقصص وحكايات وروايات، فهناك فرق كبير بين أدب ثائر وأدب الثورة. نعم، حتى على مستوى الأدب الثائر، وهنا اسمح لي أن أنتقل إلى الدار البيضاء. أستاذ أحمد، عطفا على ما قاله الدكتور إسلام، يعني بالرغم من القيمة السياسية والإنسانية الكبيرة التي حوتها الانتفاضة العربية، إلا أن هناك رأيا يقول بأن لم تفرز هذه الانتفاضة أسماء شعريا أو أدبية، سواء كانت شعرية أو روائية أو قصصية، على مستوى الحدث تؤرخ لهذه الانتفاضة، تنقل نبضها إلى عموم الشارع العربي وربما إلى العالم. إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟ أتفق مع رأي الدكتور إسلام في حدود أن الإنتاج الأدبي ليس بالمستوى المطلوب وليس بالمستوى الكافي، ولكن أختلف في نقطة ثانية، وهي أننا يمكن أن ننظر إلى ما ينتجه الناس بنفس الطريقة التي نظر بها الأدباء في العصر العباسي مثلا في كتب الجاحظ. نلاحظ أنه سجل كل ما كان يسمعه من حتى من أوساط الشعبية، واعتبر ذلك أدبا، سجل قصص حياة الناس اليومية وسجالاتهم ونقاشاتهم. بنفس المنظور يمكن أن نعتبر أن كل نص يتداوله الناس بالقبول يمكن أن يعد أدبا، وبناء عليه يمكن أن نعتبر أن بين أيدينا اليوم بسبب وسائل التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة المكتوبة والمحتوى المشاهد، بين أيدينا كم هائل من الإنتاج الأدبي الثوري، كم هائل جدا انتشر وأثر، وهو متفاوت في مستوياته ومتفاوت في قدرته على الصمود والبقاء وعلى أن يتحول إلى نصوص كلاسيكية تبقى حتى بعد مئات السنين، لكنه كبير جدا كما، وحتى من الناحية الكيفية فيه جودة كبيرة، لأن الناس أنتجوه بدمائهم وعرقهم ومن ألمهم، أنتجوه في لحظات هي لحظات مكثفة وصعبة جدا. هذا النوع من النصوص كثير، حقق انتشارا واسعا، وتمكن من تحقيق هدف مهم جدا، وهو أنه هزم الرواية الرسمية. هناك الإعلام الرسمي الذي تمكنت منه الأنظمة، وتمكنت عن طريق الثورة المضادة من السيطرة عليه ويتلقى تمويلا بالملايير. هذا الإعلام الرسمي حاول أن يخلق رواية خاصة تشيطن الثورة، تحولها إلى صورة بشعة، إلى حدث يجب أن يطوى ويجب أن نرجع إلى ما قبله. لكن الإنتاج الأدبي والإنتاج إنتاج المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي تمكن بالتدريج من، مع قلة تمويله وقلة إمكانياته واعتماده أساسا على الأفراد، تمكن من أن يهزم الرواية الرسمية وأن يجعلها مسخرة، أن يحولها إلى أضحوك، تمكن من أن يفضحها بكل الوسائل، بالنصوص هل المكتوبة، الأدب الثائر، يعني بالتركيب دكتور أستاذ الفيديو. أحمد، هل الأدب الثائر نعم هو الذي هزم الرواية الرسمية،
أم قوة الموقف، قوة الصورة، شدة القصف، يعني قسوة الاعتقال، مشاهد الموت تحت التعذيب والجوع هي التي هزمت الرواية الرسمية؟ كل ذلك، كل ذلك. المشاهد والأحداث أصبحت أكثر تأثيرا بفضل اشتغال الناس على نقلها، على تأكيد حدوثها، على أن لا تبقى في حدود أخبارها في حدود المكان الذي وقعت فيه. لنلاحظ أن العربية اليوم في المغرب أصبح يعرف أسماء القرى في سوريا، أصبح يعرف أسماء كل المدن في ليبيا، أصبح يعرف أسماء كل مدن مصر بفضل الجهود التي بذلت من أجل أن لا تبقى الأحداث الفظيعة التي وقعت في كل مكان حبيسة ذلك المكان. الجهود التي بذلت بكل الأشكال الإعلامية والأدبية لكي يصل الصوت، لكي تصل الصرخة، لكي لا تضيع. وصدى تلك الصرخات وتلك الآلام ما زال يتردد، ولنكن متأكدين أنه سينتج أثره النهائي بانتصار الثورات وبتمكنها من إحداث التغيير الذي لا بد من إحداثه، لأنه تغيير كبير جدا. والثمن المطلوب لتحقيقه ثمن كبير. بعد قليل سنبحث مع ضيفينا الكريمين المحتوى الأدبي الذي قدمته خلال المجموعات الأدبية والأدباء العرب خلال سني الثورة، ولكن وقفة قصيرة ومن ثم لنا عودة. أسعدكم الله، هذه عودة لمواصلة الحديث بشأن العلاقة بين الانتفاضة العربية والأدب. دكتور إسلام، تحدثت قبل قليل عن أن هناك روايات قليلة يعني رصدت هذه أو غطت الحراك العربي بالشارع، هنا يعني في الشارع العربي. هذا يدفعني إلى السؤال، يعني الكم، فهمنا أنه ربما لا يكون هناك كما كافيا تابع الانتفاضة العربية، لكن ماذا على مستوى النوع؟ هل استطاع الشباب العربي أن يقدم محتوى أدبيا ينسجم مع مستوى الحدث؟ نعم، يعني ممكن القول هذا الأدب هو الرئة الحقيقية للثورة. رسالة الأدب هي رسالة تتجاوز الحدود الجغرافية والزمانية والمكانية، حتى أنه يتجاوز اللغة أيضا بهذا المنتج الثقافي الذي حملته هذه اللغة. هذا الأدب يتشابك بشكل عنيف مع مشتركات إنسانية كثيرة، فينقل تجربة إنسانية من مستوى الحدث العادي إلى المتخيل. هناك مسافة فاصلة بين الواقع والخيال. الشباب العربي ثائر وطامح، ولكن طموحه يذهب به بعيدا، واقع يشده بأرسافه إلى الأرض. هي بالضبط هذه المسافة التي تمنح لهذه التجارب الأدبية تمنحها مغزا وعمقا وثراء، وتمنحها أيضا شيئا من التجرد من هذا الزمان والمكان لتطبعها بطابع الأنسنة. الأحداث المفصلية التي حدثت في الفترة الزمنية الماضية وفي تاريخ الأمم والشعوب بشكل عام شكلت منعطفا مهما في تاريخ الدول والشعوب، كانت تستلهم كثيرا من مصطلحاتها وتعبيراتها وألفاظها مما كتبه الأدباء والمفكرون والشعراء. إذن الفعل الثقافي بكل مكوناته وإرثه التراكمي شكل منطلقا لكل الثورات التي اشتعل أوارها ولهيبها في المنطقة العربية. نستطيع القول إن هناك تجارب موجودة. نجد مثلا في سوريا فوزي الحداد كتب عدة روايات، لكنه هذه الروايات روايات أدبية تصل إلى مستوى فني عالي، ولكننا نجد أن هناك من يتهم هذه الرواية بأنها لها بعد مثل لا تختلف عن كتاب في السياسة أو لا تختلف عن كتاب في التاريخ أو الحرب. وهذا
كلام يسوقه له أو يوجهه له الذين وقفوا مع النظام ضد الحراك الثوري أو ضد الثورة مثلا في سوريا. ولكنه كان يكتب، وكتاباته كانت تحت القصف، يصف الواقع والمدينة بشخوصها وزمانها ومكانها، ويصف الأحداث. إذا وجدنا مثلا فيما سبق في العصر الحديث عبد الرحمن منيف وصنع الله إبراهيم وكل هؤلاء، نحن نجد، كنت أتحدث قريبا منذ فترة وجيزة مع الصديق العزيز أستاذنا الدكتور عبد القادر فيدوح، يقول بين يدي رواية، هذه الرواية هي تتحدث عن الحراك الجزائري ولكنها لم تتفاعل معها الأقلام. لماذا لم تتفاعل معها الأقلام؟ لأن المجتمع فقد الثقة تماما في المؤسسات، وفقد الثقة حتى في الإبداع. نحن إزاء ثورة، لكن هذه الثورة ينبغي أن يكون لها أدب يستطيع أن ينهض بها. كيف يمكن أن نصنع هذا الأدب؟ وكيف يمكن أن نثير هذه العزيمة أو الغريزة حتى تتم تكسير هذه نعم الحواجز النفسية من الأعمال؟ أستطيع أن أقول نعم إنه لا بد من ظروف، من توفر ظروف كثيرة، منها أولا الوضع الاجتماعي. الناس حينما هذا خرجوا إلى أستاذ، الأشتات، يعني أرجو أن لا نستبق الحديث، يعني شروط الأدب الثوري، الشروط الواجب توفرها، ربما نبحثها يعني في المحور الأخير من هذه الحلقة. لكن أنا أحييك على نقطة مهمة جدا أثرتها عندما قلت بأن هناك فريق من الأدباء محسوبين على النظام اتهموا روايات الأديب السوري فوزي حداد بأنها لا تخلو من رسالة سياسية. أريد أن أستأذنك وأنتقل إلى الدار البيضاء لأبني على ما قلته وأسأل الأستاذ أحمد. لابد من الأدب عندما نتحدث عن أدب ثوري أن يكون محملا برسائل سياسية، لكن ما الخط الفاصل الذي يميز بين هذا النص الأدبي من أنه يحمل رسالة سياسية مؤدلجة موجهة باتجاه حزب أو فكرة ما، وبين أن يكون أدبا ثوريا خالصا لفكرة التغيير؟ في الحقيقة لا يمكن الفصل بين الأدب وبين باقي يعني مجالات، فهو يأخذ منها يؤثر فيها ويتأثر بها. الأدب بطبيعته متداخل مع كل ما هو إنساني، متداخل مع العقيدة. أن يكون مؤدلجا هذا شيء طبيعي. الأدب خدم كل أنواع العقائد، خدم كل الديانات، الأدب خدم الشيوعية وكان سببا في تحقيق انتشار واسع لها، خدم قضية تحرير في الولايات المتحدة، خدم الإمبراطوريات في أوج انتشارها، خدم الكتل الرأسمالية في مقاومتها لامتداد الشيوعية. أبرز مثال على ذلك روايتي مزرعة الحيوانات ورواية 1984 لجورج أورويل، جورج أورويل هي الكتابان روايتان، مع ذلك فالمحتوى السياسي والمحتوى العقدي عميق وكبير جدا. يعني الأدلجة شيء لا مفر منه وهو شيء طبيعي، يعني مسألة أن تظهر العقيدة. لدي تعليق على ما ذكره الدكتور إسلام بالنسبة لقضية قلة باختصار أستاذ التفاعل مع أحمد، الرواية. باختصار من فضلك نعم تفضل. نعم قضية ضعف التفاعل مع الرواية الجزائرية، أنا أعتقد أن المشكلة ليست عدم اهتمام، بل المشكل في عدم الانتشار، قلة انتشار الكتاب المطبوع. فالرواية المطبوعة لا تنتشر بسبب ضعف صناعة الكتاب، والذي ينتشر فعلا هو المحتوى الإلكتروني. وإلا فاعتقادي أن الناس لديهم استعداد للتفاعل واستقبال النص استقبالا جيدا لو وصل إليه. وربما هذا الجانب، قلة جدوى كتابة النصوص الطويلة وضعف إمكانيات النشر، هي نعم التي جعلت أغلب من عندهم استعداد لكتابة نص أدبي يفضلون أن يجعلوا ذلك في نصوص قصيرة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أن يحولوا إبداعهم إلى شكل مشاهد وينشروه على نعم المنصات التي تنشر المحتوى المشاهد. نعم طيب هنا أسأل مرة أخرى الدكتور إسلام، يعني لابد، يعني نجد أنفسنا مضطرين لتكرار الحديث عن قوة المشهدية في الحراك الثوري العربي، وتنبع هذه القوة من أنه كان قصفا وتعذيبا وقتلا وسجنا وحرقا تحت عدسة متحركة على الهواء مباشرة يشاهده العالم بأسره. السؤال هو، ومع ذلك ربما لم نلحظ، لم نشاهد، لم نسمع نصوصا
أدبية قوية يمكن تستحق أن تقول إنها ستبقى خالدة في ذهن الإنسان العربي من خلال المعاني والقيم التي طرحتها، ما السبب؟ يعني ممكن أن يقال دائما في هذا الموضوع: أين أديب الثورة؟ أين كاتب الثورة؟ أين شاعر الثورة؟ للأسف ليس موجودا. نحن لما حدثت، حينما نستعرض تاريخ الأمة العربية، نجد أنه كان هناك احتلال بريطاني وفرنسي وتواجد شركسي وغير هذا، واحتلال إيطالي كان يملأ الفضاء العربي بشكل كبير. لكننا كنا نجد مثلا أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، ونجد هنا وهناك في العراق وفي سوريا، لكن نجد أن هناك شاعرا يتحدث دائما في هذه القضايا القومية العربية الإسلامية، مثل أحمد شوقي حينما حدث القصف الفرنسي على سوريا، وكانت قصيدته نكبة دمشق التي ألقيت في حديقة سور الأزبكية، وهو يتحدث عن دمشق وينادي على أهل دمشق فيقول: بني سورية اقترحوا الأماني وألقوا عنكم الأحلام ألقوا، ثم ينادي، فتلتف الجماهير حول شاعر الثورة وتلتف كلها يعني ملبية. لماذا غاب هذا النص في الحالة الراهنة؟ حركة لهذا. لماذا غاب هذا النص المؤثر الذي ربما يستحق الخلود في ذهن العرب في حالة الانتفاضة العربية بالرغم من قوة المشهد، ربما فاق مشهد قصف دمشق عندما دخل الفرنسيون عام 1920؟ نعم، هنا نحن أمام مشهدين نحن تحدثنا عنهما سابقا. مثلا عندما نجد أن فريقا من النقاد، مثلا اليساريين الأقحاح، وبعضهم كانوا من المعارضين المزمنين، هؤلاء وغيرهم أوجدوا الدوافع الخيرة للاستبداد، دافعوا عنه وبالغوا في إنكار جرائم هذا الاستبداد. هناك طغمة منهم تتميز كذلك بالانتهازية، أدالت كانت تدين الثورة وتصفها بأنها ثورة إرهابية، هذه باركت إرهاب الدولة وصمتوا عن كل الجرائم التي فعلها، وكرسوا أقلامهم ويعني همتهم للتنكيل بكل المعارضين. نعم، كيف يمكن لمثل هذا أن يكون هناك أدب يستطيع أن يقف مقاوما؟ نحن في هذا الإطار لا ننسى أن هناك أدبا في فلسطين هو أدب المقاومة، وهناك كذلك صمت المثقفين الذين اضطروا، أو بعضهم يعني اضطروا إلى أن يبقى داخل الوطن فآثر البقاء، ولذلك لازم الصمت. نحن لماذا لا يوجد كاتب للثورة، ولماذا لا يوجد شاعر لهذه الثورة؟ لربما يكون ذلك بسبب التخلف الحضاري الذي نعيشه وتعيشه أمتنا، يكون ذلك بسبب الوضع الاجتماعي الذي ساد وسيطر على المنطقة العربية ورمى الناس في الأشتات. طيب، وفي بلدان مختلفة. نعم، ربما يكون كذلك بسبب الوضع الاقتصادي الذي أصبحنا نعيش فيه، كل هؤلاء الذين هاجروا ولجأوا إلى بلدان مختلفة حملوا جنسيات مختلفة، هذا الوضع سيفرز أمورا كبيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والديمغرافي على مستوى هذا الوضع. هذا ما سنتحدث عنه دكتور إسلام بعد الفاصل، لكن قبل أن أذهب إلى الفاصل أذهب مرة أخرى وأخيرة في هذا الجزء يعني إلى الدار البيضاء لأسأل الأستاذ أحمد، إلى أي مدى تتفق مع ما قاله الدكتور أسلم من أن الاستبداد السياسي جفف مخيال الأدب العربي إذا صح التعبير، وكيف تجلى لك ذلك؟ لا شك أن أدوات القمع والتنكيل من جهة، وأدوات شراء الذمم من جهة أخرى، قد أثرت تأثيرا عميقا على الإنتاج الأدبي الموجود، وحاولت توجيهه في اتجاه خدمة السلطة وشيطنة التغيير وشيطنة الثورة. ولكن ولله الحمد هذه الجهود لم تنجح على النحو الذي كان مقررا لها. استمر الصوت الثوري واضحا وقويا، صحيح أنه لم يتحول إلى الشكل المطلوب، يعني من ناحية وجود نصوص طويلة تنشر في الكتب على شكل روايات تصل إلى العالم، النصوص الشعرية تحقق انتشارا واسعا جدا، ولكن في الجانب الآخر كم المحتوى المنتج والمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي هائل جدا، يحتاج تحليلا ويحتاج غربلة للوصول إلى أفضل ما فيه، ربما لإعادة نشره.
اكتشاف ما يستحق أن يصل إلى جمهور أوسع. بالنسبة فالقصائد المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة جدا، القصص القصيرة أيضا كثيرة، المحتوى الموجود في المجموعات والذي استخدم لدحض حجج خصوم الثورة وأعدائها. أنا أعتقد أن جهدا كبيرا بذل في الجدل وفي الرد على كل الدعاية الرسمية التي استخدمها المستبدون لكي يروجوا لصورة وهمية بكل الأدوات التي أتيحت لهم. ففي رأيي هناك مطلب مهم جدا للأدباء، عليهم أن يتجهوا إلى إنتاج نصوص أكثر نضجا أكثر طولا أيضا، لأن اتجهنا بسبب وسائل التواصل الاجتماعي الآن إلى إنتاج نصوص قصيرة على مستوى المنتج وأيضا على مستوى القارئ الذي أصبح في عجلة من أمره، لكن هذا لا يغنينا عن وجود روايات. غير معقول ألا تكون هناك عشرات الروايات حول كل هذه الأحداث التي تجري من اليمن حتى المغرب، تخلد هذه القصة وتوقظ في الناس جذوة الأمل مثل ما فعل الكتاب في القرن العشرين نعم ليخدموا، سواء يخدموا الشيوعية أو يخدموا الثورات التي حدثت في بلدان مختلفة وليخدموا الليبرالية. لا بد من هذه النصوص، لا بد من حث المبدعين ومن لديهم استعداد لكي ينشروا ويكتبوا أكثر. نعم طيب، وهذا ربما يقودنا إلى الحاجة، حاجة العرب إلى أدب ناضج يحمل ملامح الثورة. وهنا أسأل الدكتور إسلام في بورصة، يعني إذا ما تحدثنا عن حاجة العرب إلى أدب ناضج يحمل معالم الثورة، يحرض الناس على التغيير الدائم، التغيير الإيجابي وليس التغيير لمجرد التغيير وصولا نحو الأفضل، فسؤال هو ما المعالم التي يحملها هذا الأدب الثوري الناضج؟ يعني هو الأدب الذي ينبغي أن يكون هو الالتزام، أن هناك التزاما معينا بفنية العمل الأدبي. هذا الالتزام ينبغي أن يكون، لا يمكن أن نقول أن هناك جنسا أدبيا اسمه الأدب الثوري، ولكن هناك خيال وأفكار وعاطفة وألفاظ وتعبيرات هي متداخلة في نسيج هذا العمل كله. كل منا ملتزم، ولكن هناك قضايا معينة أيضا شائكة في قضية الأدب الثوري أو فيما يمكن أن نسميه أدبا ثوريا. يعني لا يمكن إلا أن نستلهم جماليات ما كتب من واقع العاطفة الصادقة، هذه العاطفة الصادقة التي هي تخلق جمالياتها بنفسها. ليس هناك وصفة محددة لجمال لا يتغير، أو هناك جمال موحد. كذلك فالجمال نسبي يختلف من أمر لآخر، لكن هناك معايير متفق عليها، هناك معايير ينبغي أن تكون قائمة للعمل الفني. أن تخترق الكتابة عقولنا وأفئدتنا وتتنغش بحياتنا وتصبح جزءا من كياننا. نتذكر مثلا رواية يعني معروفة للساعة 25 لجورجيو وقلب الظلام لكونراد. هذه الروايات يمكن أن نقول إنها تغوص في أعماق الصدق وفي الحقيقة، لأنها تعبر عن واقع وعن صدق. هناك مسؤولية أخلاقية، هذه المسؤولية ينبغي أن يكون الكاتب ملتزما وأن يكون ناقلا لعاطفة صادقة. هذه العاطفة الصادقة سواء كان كاتبا لروايات، هذه الروايات مثل الروايات الكبرى مثلا شددت على ضرورة التواشج والانسجام، مثل أن تقرأ مثلا روايات للورانس، كانت هذه الروايات نقدا لزمن العصر الفيكتوري. هل يدعى هذا أنها موجهة للعرش البريطاني مثلا؟ إنما هي للمنظومة السياسية والاجتماعية. إذا ينبغي حتى يكون الأدب أدبا صادقا ينبغي أن يلتحم مع الشعب، أن يكون معبرا عنها. نحن نقرأ فنقول حافظ إبراهيم كان شاعر الشعب، وكان نقول عن شوقي نقول كان أمير الشعراء وشاعر القصر. إذا نحن أمام مجموعة، ينبغي أن تكون هذه المجموعة الأدبية الأوساط الثقافية ينبغي أن تكون ملتحمة بالشعب، معبرة عن نعم آمالها وآلامها وطموحاتها وأحلامها،
إضافة إلى المعايير التي ينبغي أن تكون موجودة في العمل الأدبي من ناحية فنية. طيب أستاذ أحمد، لا شك أن القصة والرواية والشعر هم بنات للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في كل جغرافيا من هذا العالم. استنادا إلى هذا، يعني أي صورة يمكن أن ترسمها لمستقبل الأدب العربي استنادا إلى واقعه، الواقع العربي السياسي والاجتماعي والاقتصادي الراهن؟ أتوقع ازدهار الأدب العربي ازدهارا كبيرا. الناس الآن تقرأ، كل الناس مشغولة بهواتفها وأجهزة حواسيبها لأنها تقرأ نصوصا. منصات التواصل الاجتماعي التي تنشر نصوصا هي الأكثر انتشارا في العالم العربي، فيسبوك وتويتر. أتوقع أن القارئ العربي متعطش للحصول على نصوص جيدة، نصوص ممتعة، نصوص ليس فيها تكلف بل فيها متعة الأدب، مثل تلك المتعة التي نجدها في الآداب التي ألفت زمن ازدهار الأدب العربي، سواء في الأدب الجاهلي أو الأدب الإسلامي، وخاصة ما كان في العصر العباسي. نصوص بسيطة تذكرنا بالجاحظ وتذكرنا بكتاب الأغاني، نصوص تعتمد بالدرجة الأولى على القصة، على الحكاية، على أن تشد القارئ وتحافظ على انتباهه. للأسف ابتلي الأدب العربي في العقود الأخيرة في بلداننا بغلبة الجانب النقدي عليه أكثر من جانب القراءة، بغلبة التكلف على جانب المتعة. ولكن أتوقع وأرى أننا بصدد فترة ازدهار أدبي إن شاء الله، على الأدباء أن تكون لهم الشجاعة ليكتبوا. على ما تبني هذه النظرة التفاؤلية بأقل من دقيقة من فضلك؟ على كم المنشورات المكتوبة الهائل الذي ينتجه الناس الآن، والآن هل هذا يكتبون ينتج على أدبا التواصل ناضجا الاجتماعي وراقيا؟ لاحقا. هل هذا نعم، الكم الهائل على وسائل التواصل المجتمعي بالضرورة أن يؤسس لحالة أدبية راقية وناضجة؟ نعم أعتقد ذلك. كل هذا التنوع سيعطينا زبدة، يعني هذا الكم الهائل سيعطي زبدة ويمكن الناس من استخدام لغتهم أكثر، توسيع رصيدهم اللغوي، استخدام المجاز، يعني الحصول على ملاحظات من غيرهم. ثم من سيحقق انتشارا اكثر هو من يحقق متعه اكثر للجمهور نعم، وتفاعلا اكثر مع الجمهور. يعني الناس لا تجامل، لن تجامل النص الا اذا كان جيدا. النص الجيد هو الذي سيبقى، ليس بالضروره نصا معقدا. لننظر في كتب الادب كما ذكرت الجاحظ او كتاب الاغاني، المهم هو جانب المتعه مهما كان. لكن يعني لكل ليس زمن المتعة ما لذاتها يسبق له. وإنما شارل المتعة مور الهادفة. مثلا كتب، نعم نعم قصدت أنه ليس المتعة لذاتها وإنما المتعة الهادفة، أليس كذلك؟ انتهينا. المتعة عموما في النص الأدبي المتعة دائما هادفة أعتقد. أشكرك شكرا جزيلا. أشكر ضيفي الكريمين، كان معي من بورصة الدكتور إسلام عمارة، أستاذ الأدب العربي والنقد المساعد، كما كان معنا كذلك من الدار البيضاء في المغرب الأستاذ أحمد القاري المدون والباحث في قضايا اللغة العربية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.